المشاهدين دائما نقول أينما وجد الأمان وجد الاستثمار. رجل أعمال مصري استثمر في دولة قطر وعمل في هذه الدولة منذ أعوام طويلة، استثمر في مجموعة الديار للأطفال وهذه الشركة الرائدة التي تعمل في مجال الأونلاين، وهذه الشركة من الشركات التي لها البصمة الواضحة على الشارع القطري. دعنا نتعرف أكثر وأكثر على رجل الأعمال والمستثمر صاحب ومدير عام مجموعة الديار للأطفال المستثمر جمال أبو صمرة. في البداية أسعد الله أوقاتك. بارك الله فيك، الله يحفظك، نتشرف بيك. طبعا احنا سعيدين تكون ضيفنا على هذا البرنامج، برنامج رواد النجاح، وهذا البرنامج الذي يستضيف نخبة النخبة من أبناء الجالية المصرية المقيمة على أراضي دولة قطر والتي حققت إنجازات في هذه الدولة. احنا سعيدين تكون ضيفنا على هذا البرنامج. الله يحفظك، احنا الأسعد ونتشرف بيك دائما، ربنا يبارك فيه بإذن الله. يعني رجل أعمال ومستثمر في مجال مجموعة الديار للأطفال، وبصراحة لأول مرة نجري هذا اللقاء حول هذا الموضوع تحديدا، وهو موضوع الأطفال وألعاب الأطفال أيضا. دعنا أولا قبل الخوض عن هذه الشركة وعن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، دعنا نعود إلى الوراء قليلا. أكيد لكل شخص في هذه الحياة له بداية، له بداية في مراحل الدراسة، له بداية في مراحل العلمية والعملية، عانى في هذه الحياة وكافح ثم وصل إلى ما وصل إليه الآن. دعود إلى الوراء، كيف كانت البداية في مصر، جمهورية مصر الشقيقة؟ ربنا يبارك فيه. البداية أنا نشأت في قرية، في قرية من محافظة، من محافظة المنوفية. المنوفية المحافظة تتميز بكثافة سكانية ضخمة ومساحة رقعة زراعية محدودة، فكان في صراع شديد ان انا استمر في القرية وابقى زي الناس، او انا اطلع برا القرية واشق طريقي يعني، وابحث لنفسي عن مكان يعني احسن حالي وظروفي. جميل. تركت القرية وذهبت الاسكندرية بعد ما تخرجت من كلية الحقوق، لسانس الحقوق. جميل. قانون. قانوني. نعم. واشتغلت في اسكندرية في المحاماة فترة، بس انا عيني يعني كان عيني دايما على الاستثمار، ان انا اعمل التجارة. اسست شركة مقاولات في اسكندرية. اي سنة سيدي الحكي؟
والله الكلام ده انا خريج 86 انا عندي انا داخل على 60 ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. فأسست الشركه في اسكندريه واشتغلت في المواد. قبل الشركه طبعا اشتغلت في المحاماه وكانت البدايه من الصفر. يعني انا رايح اسكندريه شاب ريفي رايح مدينه كبيره لا امتلك من حطام الدنيا شيء على الاطلاق. شيء بمعنى شيء صفر. جميل. فكان مشقه وغربه بالنسبه لي داخل الوطن صحيح بس ان انا انتقل من مكان لمكان. وكنت تقريبا ما معيش اي شيء وكنت اشتغلت مع محامي كان الراتب ما بيكفيش اكل ما بيكفيش مواصلات ما بيكفيش اي شيء على الاطلاق. يعني اشتغلت مع المحامي فتره وبعدين بدات ان انا اشتغل في منطقه شعبيه فتحت مكتب خدت ايجار فتحت مكتب اشتغلت الناس عرفوني الفتره بسيطه. مكتبي بفضل الله سبحانه وتعالى كان في عدد كبير من المقاولين في اسكندريه اللي في المنطقة اللي شغالين في المنطقة. اشتغلت ملفات المقاولين وبعدين هم عرضوا علي ان انا ادخل معهم شريك. يعني الشغل يعني كان في يعني جو من الامانة والصدق والوضوح. عرضوا علي ادخل شريك دخلت شريك معهم بمبلغ بسيط وتطور الدنيا لغاية ما اشتريت ارض وبنيت عمارة واشتريت ارض وبنيت عمارة واشتريت ارض وبنيت عمارة في مصر في مصر في اسكندرية. جميل. لغايه اما بعد سنوات قليله بفضل الله سبحانه وتعالى كنت يعني هذه قصه النجاح. احنا الان قاعدين بنوثق في هذه القصه في البدايه بنعيد يعني بندخل نعم. الحنين شوي لورا نعم نعم. بفتره بسيطه الحمد لله كنت عندي شركه كويسه جدا للمقاولات وكان الناس تتمنى تتعامل معانا لان احنا اصلا من يوم ما اشتغلت لغايه النهارده في حاجه اسمها الصدق والامانه في الشغل. الاخلاص. نعم. الصدق والامانه في الشغل. انا عندي النهارده بطلع اوردراتي النهارده تاني يوم عامل موظف مخصوص يتصل بكل العملاء اللي استلم الاوردر امبارح ما بعد الاستلام بعد. استلمت الاوردر في مشكله عندك مشاكل في المنتج اي مشكله لازم تتحل لان ان انا احل مشكلتي في الدنيا احسن ما احلها في الاخر وان العميل بتاعي ياخد حاجه دفع فلوس يستفيد بالمنتج بتاعه او في مقابل ما دفعه يعني بيبرأ ذمتي امام الله سبحانه وتعالى ان انا اتحاسب على فلوس العميل ده. دي كانت سياستي من اول ما اشتغلت الحقيقه. يعني اول ما اشتغلت دي بصدق وربنا سبحانه وتعالى لا يعلم انا بدات بصفر وما نجحتش الا بالصدق والامانه. يعني ما روحتش مكان اشتغل فيه الا وربنا سبحانه وتعالى يفتح لي كل الابواب المغلقه. نحن نقول دائما من صادق الناس شاركها اموالها. نعم. الله يبارك فيك. والله انا بدات بصدق وبيقين يعني والله بدات فعلا صفر اليدين ولا كان في دعم من اي مخلوق على الاطلاق. يعني خرجت من رحم المعاناه من بهدومي طالع بهدومي. كنت قعدنا مجموعه من الخريجين اللي قال انا هروح امريكا واللي قال انا هاجر كندا واللي قال هروح. انا قلت اتوكل على الله واجتهد في بلدي وايه وكان الحمد لله رب العالمين طفرات كتيره عانيت معاناة شديدة. طب بس هو اهم شيء ان انت بترضى بما قسم الله لك وكل شيء انت تتحمل المسؤولية الاولى عن كل الاخطاء. اخطاء الفريق اللي شغال معاك مسؤوليتك الشخصية قدام العميل يعني وقدام ربنا. اولادك يشاهدونك على هذا البرنامج شو بتحب توجه رسالة لاولادك عبر هذا البرنامج الان بيشاهدوا قصه حياتك وقصه ربنا يبارك فيك. هو بفضل الله سبحانه وتعالى اولادي شغالين معايا. ابني ماسك اداره المشتريات بنتي المبيعات بنتي شغاله معايا في المشتريات شايفين عارفين طبعا حكي لهم انا ظروفي لانهم ما شافوش التفاصيل كلها وعايشين وعارفين ازاي بتعامل مع العملاء. حتى الموظفين والعمال اللي شغالين معايا اول ما جم ما كانوش فاهمين شغلي. بمجرد ما فهموا شغل خلاص العميل جاي عنده مشكلة في منتج هو يقوم من غير ما يرجع لي يحل مشاكل العميل مهما كلفتنا من تلقائي لانه خلاص هو اتطبع بطباعي واصبح نفس السلوك بتاعه هو سلوكي هو سلوك الشركة كلها. الناس كلها بقت على قلب رجل واحد في العمل. يعني اي مشكلة لازم تتحل لصالح. فهي دي النقطة بصراحة اللي بيها ايه اللي الواحد بيرجع الفضل لله سبحانه وتعالى فيها ان هو ربنا سبحانه وتعالى انت خلاص انت راضي باللي عندك
معاك كتير معاك شوية انت راضي، فبالتالي الفلوس لا تمثل لك شيء. يعني لان انت راضي اوريدي، يعني انت خلاص اللي عندك ده انت ما. انا لسه بقول لاولادي انا يعني ايه، من نعم ربنا علينا ان احنا عايشين كما يعني افضل من الملوك. يعني الملوك بيبقوا عايشين عندهم حسابات كتيره جدا وضغوط نفسيه ضخمه. نعم. احنا في رضا وفضل وسعه ورحمه، يعني احنا احسن من الملوك. وتلاقي ناس كتير قوي في النعمه دي، بس هو تطلعه وامله اللي رميه على المستقبل بيضعفه وبيحسسه بالقله. لكن طول ما انت راضي باللي عندك وبتبني ما بتبصش لمال الناس وبتبني على جهدك، خلاص اتوكل على الله، ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب. فده كان السبب او الاساس في خط العمل يعني. وبفضل الله سبحانه وتعالى شركتنا في قطر دلوقتي تقريبا ما حدش في قطر ما يعرفش شركتنا. انا بدخل على الجروبات الاقي اي حد بيسال على اي منتج على طول يرشحها شركه الديار. ده بيديني انطباع، اللهم لك الحمد، يعني انت الدنيا ماشيه الحمد لله. وبن يعني الفترة اللي فاتت سافرت السعودية عشان اعمل فرع هناك، وبجهز للكلام ده في الرياض ان شاء الله ان انا اعمل فرع بمشيئة الرحمن. يعني مجموعة الديار للاطفال تم اختيارك اليوم بصراحة، يعني من خلال معدين برنامجنا ومن خلال الزبائن، يعني ان نسلط الضوء عليك اعلاميا ونرى عن ونحدث السادة المشاهدين أيضا عن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة من مجموعة الديار للأطفال. يعني هذه الشركة متى تأسست ومتى بدأتم العمل وكيف جاءت الفكرة؟ وأنت يعني بصراحة كنت تعمل في مجال القانون وهناك هواية أن تعمل في مجال التجارة. نعم، هو الحقيقة أنا كان لي سفر للصين وليه معرفة كويسة قوي بكيفية الاستيراد من الصين. لكن أنا أول ما جيت سافرت الصين ورجعت، كانت سفر استطلاع، ورجعت تاني بدأت أدور لأن الصين موجود فيها كل ما يتخيله البشر. نعم صحيح أحسنت. لكن أنت هنا اللي بتحدد إيه اللي أنت هتنجح فيه. أنا بدأت برضو هنا في قطر ما بدأتش بالاستيراد مباشرة، أنا كنت بشتري من السوق المحلي وبيع في السوق المحلي في هنا في داخل قطر، لغاية ما عرفت العملاء ايه المجال اللي انا ممكن انجح فيه، ايه المنتج اللي العميل بيهتم بيه. وبدأت استورد من الصين، جبت اول كونتينر، كنت انا لوحدي في الشركة كلها، انا اللي بعمل الاعلان وانا اللي بصور وانا اللي بشيل المنتج اوصله لغاية البيت واطلعه لغاية العميل، وسواء العميل عجبه او ما عجبوش ارجعه تاني، كنت انا لوحدي. وبعدين بدأت بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان أنا كنت مستهدف إن أنا أوفر منتج جيد بأقل سعر. وبفضل الله ما زال حتى اليوم المبدأ ده موجود وقائم، وهو ده اللي عامل لنا وجود في قطر. جميل. بفضل الله سبحانه وتعالى أنا مبيعاتي اليومية مبيعات محترمة بالنسبة لظروفنا وحجم الشركة بسبب المبدأ ده. الحمد لله بدأنا نتوسع، بدأنا في السيلية في سطور من الاسطورات، وبعدين السلية اتقفلت فنقلنا في الصناعية ولنا موقعنا ولنا الشركة بتاعتنا. انا كنت شغال في شركة، اول ما جيت قطر شغال في شركة، اشتريت الشركة اللي انا كنت شغال فيها ما شاء الله بمشاركة مع شريك قطري. نعم. وبدأت انا اللي ادير الشركة، لان انا كنت شغال في شركة ما كان ليش تحكم فيه، عمال ادي نصايح عمال ادي تعليقات، برضو في الاخر كل واحد مسؤول عن جيت فرصة ان انا اشتري الشركة، اشتريتها وبدأت غيرت الاسم وبدأت اطورها وبدأت بنشاط الاطفال اللي انا اعرفه، الكرسيت والجاري وكل ما يخص الطفل المولود. وبعدين دخلت رشات الطاولات، وبعدين دخلت قسم الطبي، الكرسي الطبي المتحرك بالكهرباء والسرير الطبي اللي بيتحرك بالكهرباء. جميل. الحمد لله لنا اسعارنا احسن بكتير جدا تناول الجميع. وبدأت دخلت نشاط الأساس المكتبي، الكراسي وغيره، وتقريبا ما بجيبش كونتينر إلا وفي منتج أو منتجين زيادة، دايما عندي منتج جديد، كل كونتينر يجي فيه 5 6 7 أصناف جداد ما نزلوش خالص عندي. وبالتالي العميل عندي على طول، عندي ناس كتير تعرفني بيشوف المنتج الجديد يعني لسه ما نزلتوش، يعني العميل محتاجه فبيبقى في فرصة أكبر إن أنا أشتغل فيه. جميل جدا.
يعني رجل الأعمال والمستثمر المصري جمال أبو صمرة، يعني تحدثنا في هذا البرنامج عن بدايتك في هذه الحياة، وكانت هناك حياة معاناة في البدايات وعانيت في هذه الحياة إلى ما وصلت إليه الآن، وتحدثنا عن هذه الشركة وعن أهم الخدمات التي تقدمها شركة مجموعة الديار للأطفال. ولكن هذه الشركة من خلال الزبائن ومن خلال معدين البرنامج وجدنا أن هذه الشركة تتمتع بشعبية عالية وسمعة طيبة. السؤال هنا، كيف جاءت هذه الشعبية؟ والله أنا في بيني وبين العملاء بتوعي حالة من الثقة والتناغم. يعني هو العميل ساعات أبص يبعت لي يعني مثلا حاجة يقول أنا عاوز المنتج ده، أنت ليه ما بتجيبش المنتج ده؟ هو المنتج موجود في السوق بس له سعر مثلا 100 ريال، هو عارف أن أنا لما أجيبه عمره ما هبيعه ب 100 ريال، لأن سياستي كده. أنا بقول للعميل يعني إذا لقيت أي منتج عندي بيتباع برا بنفس السعر أنت عليك واجب أن أنت تصور لي الصورة وتبعتها لي، لأن أنا لا أقبل أن أنا بيع منتج بنفس سعر السوق إطلاقا، متناول للجميع كله كان استحالة، استحالة أن أنا بيع منتج. ويريت يعني لو كنت أتمنى أن يبقى التصوير في المحل عشان أوريك فارق بيوصل ل50% عن المحلات. أعزائي المشاهدين، مشاهدين هذا البرنامج، الكاميرا الآن تتجول داخل هذا الأسطور، ورجل الأعمال والمستثمر جمال أبو صمرة يتحدث للسادة المشاهدين وأيضا للزبائن، وأيضا يتحدى في موضوع الأسعار. بصراحة 50% يعني أسعار مختلفة جدا عن السوق المحلي سوق قطر. الكاميرا الآن أيضا تستعرض بعض الصور الموجودة في هذا الأسطور، في أسطور مجموعة الديار للأطفال. كل ما يخص الأطفال موجود في هذا في هذه المجموعة. تفضل سيد جمال أكمل. يعني العميل بتاعي الحمد لله ثابت معايا وبيزيد، وده أساس. يعني إحنا في الخليج عموما اللي مش هيبني شغله على الثقة والأمانة، اللي مش هيبقى أمين مع الناس مش هينجح. والأمين مع الناس كل يوم بيكسب ناس، خلاص أنت العميل بتاعي، خلاص بياخد منتجه كله من عندي. فالحمد لله العميل اللي بيجي مثلا يبعت لي منتج يقول أنت ما جبتش المنتج ده ليه؟ هات لنا المنتج ده احنا محتاجينه. هو ساعدني واداني فكرة أنا ما كنتش واخد بالي منها، لأنه هو بيتوسم فيه أن أنا لما أجيب المنتج ده هياخده بسعر كويس. فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا، وإحنا فتحنا محل جديد لسه فاتحينه من أسبوع. الحمد لله مساحة كويسة 450 متر، وبداية يعني أن أنا أطلع من البيع على النت فقط. أنا أصلا ببيع على النت وبوصل البيت بالسيارات بتاعت الشركة، عندي الحمد لله عدد كويس من السيارات بوصل للبيت. لما فخدت المحل كل التعليقات على الفيسبوك وانستجرام والويب سايت اوعى تغلي الاسعار بعد ما خدت المحل الجديد، والله كل التعليقات اوعى تغير الاسعار بعد ما خدت. انا تعمدت ان انا انزل الاسعار، يعني المنتج اللي هو كان عندي مثلا اكل ب 245 ريال هو بيتباع ب 400، نزلته ل 195. الحمد لله بعوض في المبيعات الكتير. قليل دائم ولا كثير مقطع. ايوه خير من كثير مقطع. انا بعوض في الكميات، يعني انا ببيع الحمد لله كتير جدا، عندي اوردرات بتطلع للعملاء لجميع القطر. عندي شركات بتيجي تاخد، يعني يجي عميل يقول المنتج ده عندك منه كم قطعه، اقول له عندي 500، يقول انا عاوز هاخد ال 500 قطعه، شركه وياخد ال 500 قطعه ويروح يبيعها. طبعا بيضع بقى الايه النسبه اللي هو ايه مستهدفها في الربح. نعم. فعندي شركات وعندي الناس بيسوقوا على النت من بلاد اخرى، يعني الناس عاملين ويب سايت زي امازون زي اي شركه في من الشركات. في ناس شباب موجودين في تركيا موجودين في مصر بيعملوا تسويق للشركه وبيشتغلوا معانا، وفي زائد السوق المحلي عندي بياخد مني، واخد بال حضرتك. فالحمد لله وانا بشتري بكميات كبيره، يعني انا لما بروح المصنع في الصين بقول له المنتج ده بكام؟ يقول لي السؤال غلط، انت عاوز كام قطعة؟ والله لو عاوز قطعة هتلاقيه قريب قوي من السعر في قطر، لو عاوز 100 بينزل لنص السعر في قطر، لو عاوز 1000 بينزل، لانه هو بيقول انا هشغل المصنع، انا هفتح الماكينات، انا هستدعي الناس تشتغل. لو انت هتاخد كمية كبيرة كل ما قل السعر، كل ما قل السعر. وده اللي انا اعتمد عليه، انا بجيب كونتينر من صنف واحد،
فيجي ابيع بسعر الناس كلها ايه ده انت بتبيع، والله اقسم بعزة الله العملاء بيتصلوا بي يقولوا البضاعة دي مستعملة ولا جديدة؟ اقول له ليه بتقول كده؟ يقول عشان السعر ده دي بضاعة مستعملة. والله اقول له طب تعالى الستور خد الكرتونة مقفولة زي ما هي جاية من المصنع. طبعا انا حاطط هامش قليل، انا ضغط نفسي بصراحة، هو قليل ده انا ضغط نفسي، مش ما عنديش موظفين اوفر، كل موظف قاعد بيقدم شغله بقدر جهده، يعني جهد كبير بنأديه عشان نقدر بدل ما يبقى عندي 40 موظف والعميل يدفع رواتبهم، لا انا عندي 10 بيشتغلوا الشغل الـ40 ومترضيين وبياخدوا حقهم والدنيا ماشية والعميل يستفيد وانا استفيد من مبيعات، لان فرق الثمن طبعا بيديني كمية مبيعات اكبر فبيعوضني في الاخر. فالحمد لله يعني ده ستر من رب العباد. الحمد لله. الله يبارك. رجل الأعمال السيد جمال أبو صمرة، يعني من خلال هذا البرنامج برنامج رواد النجاح دائما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة. ربنا يبارك فيه. يعني أكيد زوجتك كانت يعني داعمة لك في مسيرة حياتك، كانت تتحمل العناء لتربية الأطفال بسفرك إلى دول أجنبية ودول عربية من أجل لقمة العيش. شو بتحب توصل رسالة إلى زوجتك وإلى أولادك عبر قلبك؟ والله اللهم لك الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني نحن أسرة مستقرة الحمد لله. لسه بقول لحضرتك إحنا عايشين في جنة على الأرض الحمد لله. يعني إحنا عايشين في لا ينقصنا غير يعني رضا الله سبحانه وتعالى، والواحد بعايش بس على ايه، على يعني مش عارف اقول ايه، يعني كأن انت ربك سبحانه وتعالى كل ما تتمناه ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك مباشرة بما تتمنى. فانا دايما بذكر زوجتي وذكر ولادي ان احنا عايشين في جنة، وما كمل شيء الا نقص، يعني ما فيش حاجة بتكمل الا بتنقص، يعني انت في كامل الرضا عن ولادك، عن زوجتي، عن ولادي، عن قدر الله سبحانه وتعالى، عن طبعا عن الدولة العظيمة المحترمة اللي احنا عايشين فيها، ومكان الحقيقة مجرد وجودنا في دولة قطر دي حاجة يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى لا تقدر بثمن، ان الواحد عايش في مكان آمن على نفسه، آمن على تجارته، آمن على ماله، آمن على ولاده، آمن على كرامته، انه لا يهان. يعني احنا بقالنا سنين في قطر ما لم يتعرض لنا احد بإهانة ولا تطاول ولا تعالي، والمجالات كلها مفتوحة، عاوز تشتغل ما حدش بيقف ضدك، الجمارك، الضرائب، الخدمات كلها ميسورة، وقطر بتتميز عن كل الدول في تسهيل والإجراءات بخلاف أي دولة أخرى. يعني دولة قطر دولة متميزة، يعني الواحد بيحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه هو موجود في الدولة دي، وبيحمد ربنا أن هو شغال في الإدارة أو في نطاق الإدارة الحسنة، اللي أنا دايما بقول أن من أعظم الحكومات في حسن الخلق هي حكومة قطر، حكومة حسنة الخلق، فلا يمكن أن يترتب على أعمالها إلا الخير للمقيمين ولأهل البلد. أحسنت. يعني حسن خلق وورع في العمل وتقوى لله سبحانه وتعالى في كل خطوة بيخطوها أي مسؤول بيبتغي بها مصلحة الناس ووجه ربنا سبحانه وتعالى، لا مصلحة شخصية، فده بينعكس علينا كلنا. فعشان كده تقدر تقول ايه، انت شفت النعم بتتكامل، يعني انت عايش في نعم متكاملة، كل ما تتمناه موجود، حتى راحة النفس وراحة البال. فالحمد لله والمن والفضل لله سبحانه وتعالى قبل اي شيء. يعني نسأل المولى عز وجل ان يجعل بلاد المسلمين كلها تنعم بما ننعم به في قطر. والله يعني بدعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يمن على كل المسلمين بحكومات وبمسؤولين زي المسؤولين في قطر.
شو بتحب توجه كلمة إلى من تحب في جمهورية مصر الشقيقة؟ والله مصر من أفضل بلاد الدنيا، وهي مصر عليها مسؤولية كبيرة جدا ناحية كل المسلمين وناحية كل العرب. نسأل المولى عز وجل يعني أن يجعلها عامرة بالخير، وأن يبعد عنها الشر وأهل الشر وكل الأشرار، وإن البلد تعود إلى سابق عهدها من ريادة للدول العربية والإسلامية. وعلى الله التكلان والأمل في الله سبحانه وتعالى إن الأمور في مصر تتحسن للأحسن، لأن الأخبار هناك مش 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 جيدة، لكن إحنا أملنا في ربنا سبحانه وتعالى إن تعود مصر إلى مكانتها الأولى، الريادة للدول العربية والإسلامية كلها إن شاء الله. اللهم أمين. الله يبارك فيك. رجل الأعمال والمستثمر جمال أبو سمرة، صاحب ومدير عام مجموعة الديار للألعاب الأطفال، هذه الشركة الرائدة التي لها البصمة الواضحة على الشارع القطري. أعزائي المشاهدين، كان معنا في هذا اللقاء في هذه الحلقة الخاصة في هذه الساعة التلفزيونية رجل الأعمال جمال أبو سمرة. احنا بنشكرك مرة أخرى وبنشكرك على حسن الاستقبال وحسن الضيافة يا سيدي. بارك الله فيك ونتشرف بك دائما أخي إبراهيم، نتشرف بك دائما. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في الحلقات القادمة، دمتم برعاية الله. تابعوا هذا التقرير من أجل التوثيق في هذه الشركة.
كل اللي فقد مجدادي.